أما الآن فمع الشعر والإنشاد ومع السيد حسين الموسوي في جلوات ومدح في الرسول الأعظم، فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. وصلها وصلها ليالي الموعد البهجة، وصلها صلاتك عن نبي أدهى، وصلها وعلى آل الذي حبها، وصلها محمد وآل أنوار العلي. سمعني محمد وآل أنوار، محمد وعلى أنوار العلي، وجدنا أبونا فيك وصانا، وجدنا وشبيه المثل كبدا ما وجدنا، وباسمك صار يتنغم وجدنا، سلب عقل البشر سيد الباري، وسلب وسلب عقل البشر سيد البرية. عندي وقت جدا محدود، نجيب لكم جلوة شوي كذي منها ونختم بالهوسات والمولد، والله يعودنا وياكم. محمد يا نبي الرحمة، محمد يا نبي الرحمة، محمد يا بعد بعد أزيد، ارفع ايدك لا تخجل. محمد يا نبي الرحمة، محمد يا نبي الرحمة، محمد يا نبي الرحمة، محمد يا نبي الله خلق جمالك محمد، وبحكمته دلالك محمد، فوق الأمم جلالك محمد، وما ينخف في نوالك محمد، بلسم دواء وشفاء اسمه محمد يا نبي الرحمة، محمد يا نبي الرحمة، حلت بك النبوة، بعد بعد أعلى، حلت بك النبوة، رشد وهدى وتقوى، هاي الليالي حلوة بها الحفل تسوى، محمد المحب اسمك جرى بدمه، محمد يا رحمة، محمد يا نبي الرحمة، يا ليلة يا آية ربي يا سي، هلا ترس مدحك دواوي، وعلى راسي وعلى العين، ونضل أجلك موالي، رقم واحد على القمة محمد يا نبي الرحمة، محمد يا نبي الرحمة، محمد يا نبي الرحمة،
محمد يا نبي الرحمة، أضي بدرك على الكون، حبيب بيك يحجون، العمر دونك لا لون، محمد يا ساكن وسط العيون، محمد محمد محمد، الفلك دونك صفا ظلمة، محمد يا نبي الرحمة، محمد يا محمد يا نبي الرحمة، محمد يا ها خوتها سمعني بعدها، انشطر ديوان كسرى وطاحت الأصنام، وعلى الإيمان رفت راية الإسلام، وجبرائيل أذن والوجه بسام. ها خوتها ويا أهل الكورها، الليلة ها ها الليلة الليلة الهادي ميلاده، الليلة الهادي ميلاده، خيرة العالم محمد والأمر واضح جلي، وبعد هالكرار حيدر صار للأمة ولي، والذي يتبع محمد واجب يتبع، والذي يتبع محمد واجب يتبع، علي من خالف حيدر ما ريد، من خالف حيدر ومن خالف حيدر ومن خالف حيدر ومن خالف حيدر، متى نسمع الصيحة ويعلن ظهوره يا أبا صالح، وعلى مد البصر رايات من شوران، شوف المنتظر والشيعة مسرورة، ورايات العب وراية عباس يعليها، راية عبا وراية عبا وراية عبا راية عباس، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي. أبشري بسيد الأولين والآخرين، قالت آمنة ثم قلنا هذا محمد مصباح الأرضين، ثم أن النسوة قمنا وخرجنا علي، وإذا بثوب من الديباج قد نشر ما بين السماء والأرض، وقائل يقول خذوه وغيبوه عن أعين الناظرين، فإنه رسول رب العالمين محمد قالت آمنة، فدخلني من الجزع والهلع وأنا أنظر إلى خفقان أجنحة الملائكة وتسبيحها وتقديسها وأطيار مختلفة الألوان، خمر المناقير وأرياشا مختلفة، هذا ولم يكن في البيت إلا أنا وحدي، يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد.
وأنا أقول في نفسي هل أنا نائمة أم يقظة، إذ بلغ نور ساطع أضاء لكل أهل السماء والأرض، حتى شق البيت وسمعت تسبيح الملائكة قالت آمنة، فبينما أنا متعجبة من ذلك إذ وضعت بولدي محمد أفضل الصلاة. كل الشكر والتقدير للسيد حسين الموسوي على أدائه المبدع في الجلوات، متمنين له كل التوفيق والسداد.